لعل أشهر كلاسيكو في العالم هو الكلاسيكو الإسباني الذي يجمع برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد، ويحظى هذا الكلاسيكو بمتابعة كبيرة على مستوى العالم. عدن لها كلاسيكو خاص وممتع ومتابع أيضا، ويجمع بين التلال والوحدة ويحظى بشعبية كبيرة داخل عدن وخارجها. ناس عدن أجرت مقابلات مع عدد من المشجعين القدامى لنادي التلال والوحدة. عادي لو فشل مرة، فريق يشرفك ما تقول لي. معظم فريق المنتخب من الوحدة. أتوري كاس كم معك؟ أنا ثلاثة دواري وست ثلاثة كاس. بس أربعة ثلاثة كاس هذي عنده حق وعنده حق. أنا أنظر الرياضة الجميلة ذاك العدن. بس لا أنا وحدوي ولا أنا تلالي. شعاري وحدة. أكثر قاعدة شعبية مع الوحدة. من كل مكان حتى من ابناء كريتر يشجع الوحدة. سلام علينا ورجع يشجع الوحدة. وانا لهم يلا شلوا زايد نفر بين لهم واحد. المليح يبيع نفسه مثل يقول علينا. وحداوي من الشيخ شيخي. وفي برضه من ابناء الشيخ يشجعوا التلال. تلالي انا اتحداهم كل يوم. انت شاركت خارجيا؟ شاركت خارجيا؟ عانيت من ارتفاع الضغط بسبب الكبه. ما كانش عندي ضغط قدام. احنا تربية عدن، ناس مثقفين. كان ما فيش واحد من عدن يشجع وحدة. ابدا. كذب هذا يكرم تلاليات بتنضرب لو في وحده وحده يجي معاكم مدرج واحد جماهير مش عارف كيف جماهير يجوا من كل النواحي ما تحسب مديريه ما في مدرجات واحد اثنين ثلاث مدرجات اتخيل كلهم صوت واحد تلال لكن كجماهير الوحده هي اكثر اذا بتقول لي كرابطه الاناشيد ولا هتافات ولا التلال افضل انا مشجع بعرفون أصحاب الوحدة لما نصيح مشجعي التلال والوحدة ليش متعصبين؟ كمان أحب الوحدة بعض أحيان شجع نادي الوحدة يعني بلعب عن غير التلال التلال ما يدافع عن نفسه صدق هذا تاريخ قال فريق الوحدة بالتلال ولا الشعلة بالتلال ولا قال ما فريق بالتلال التلال على مستوى الجزيرة فريق فني ملعب ده يعني له تاريخ في حياتي كريتر ما فيش إلا غيره داخل الحبيشي كان عادة روب أحمر كمان كان بيتي وكان ده 24 ساعة هنا كان في حمل الإناوة المباراة الحلوة واللاعبين الأولين كانوا لعيبة كان يعني العصر الذهبي كان الوحدة والتلال لما يلعبوا الساعة 10 داك تقطع تذكير عشان تدخل الميدان تفرج الوحدة والتلال قال دخلت أنا الساعة 10 بالضبط وقلت هذاك المكان بدون ما ذاق السلاسل. ايش اقول لك؟ انا كنت اروح الساعه 1 الظهر الملعب لما يلعبوا هم التلال اروح الساعه 1 الظهر من محبتي للنادي. حب يعني ما اقدرش هذا دمي لو جيت بحصه بيطلع لك تلال. يعني عكس اي فصيله يعني الفصائل تطلع الاو والاي والبي ده بيطلع تلال. كنا ندخل الميدان والله العظيم الساعه 12 وحده من هذاك الملعب نربط العلامات. ده. يوم جمعة جماهير كان ما في عندنا سياسة كانت إلا كرة أيوة في حريم بلا قياس لا والله ليش تفتكر الدنيا كانت براح عكس الآن والله أنا سنين قد نحن على ما هذا قد تخرج يعني يجي وقت خرج قهران مرة أنا أذكر مرة لعبنا إحنا حسان اهتزمنا ذيك الملة 2-1 أنا دوخت هنا بالبرندا وسقطت ورسلنا بمين مش وانا بهتزم من يجي زي الفقعة وانطبعت على الأرض يعني خاب ظني في مباراة أعتقد يذكروها البلنتي حق سامي نعاش في آخر دقائق هنا للأسف أنا كنت أتفرج من بعيد وضيعنا الكاس فيه وأكثر أوقات تخرج منتصرة لأنه خرج من خطرة وفي مفرقة من كنزل في النعنع يعني كانت حاجة حلوة والبوابل تطلع على الشعب نذكرنا روحنا أبو فوق الباصات ونحن نمشي من فوق السطح حق الباصات من عدن لما الشيخ لما شلينا كاس الجمهوريه ايام الملك ايام الاحمدي وهي كان عدنان صبوع ابو بكر الماس طارق قاسم كان وسط لعيب جدا طارق قاسم كان الماس طلع على حساب طارق قاسم يحر طارق قاسم طلع الماس رئيس الاتحاد الكويتي كرم ابو بكر الماس وسموه جوهره اليمن زعلوا مني اصحاب نادي الوحده هل تفضل طارق قاسم في الاحمدي؟ قلت لهم انا احمدي اخو الزميل انها بطل طارق قاسم صاحب الرياء الاربع الكابتن سامي عاش رحمه الله تعالى عليه الكابتن حسين عمار الكابتن عباس كوكني اخواني
في ناس لعب احسن منهم يا ناس في احسن. شكري صحيحي عزيز سالم ابو الراس الذهبي حسين عمر ماهر علي قاسم محمد قاسم شكري صعيدي بعدنا قاقيل خالد عفاره قلنا عفرور وابراهيم بايحم الستار نادت للقوه ورمز الانتصار خط الوسط فنان بقياده صلاح صلاح سيف الدين عيال نديم الاثنين حققوا النجاح جمال عبد الناصر الماس في الميدان قبطان البحار ناديت إلى القوة ورمز الانتصار. سنة 84 قفل الباب قفلوا لنا من قفلوا الباشا والقاطبي ما تقاطبك يا الاتحاد الله يعطي العافية حتى لو عدوي ما عاش يدعي له بالعافية دعم دعم قليل والله لو دعم دعم الرياضة سيكون دورك معهم حق العطاس هو المتصيح علينا والله القعطبي طلعوه هو رئيس الاتحاد القعطبي القعطبي ما يلعبش بالفريق دعم قليل معلش أعطى تعليمات السعيد أغبري والباشا يبندوا الأبواب علينا على التلال كان هناك شفنا في الصبة هذيك كان باب هناك كانوا يدخلوا منه أقول يضغطوا الباشا مبند الباب هنا سعيد أغبري مبند الباب هذا النص يقول علم تأخذ 3 دقائق فكل عارف كل الباب دخلوا لعبوا ضربنا الوحدة 2-1 ما تقاطبي حسب المباراة للوحدة دعم قليل